من قلب بلدية الحراش وفي إقامة خاصة فيها بزاف امتيازات، جبنا لكم العرض تاع اليوم. السلام عليكم متابعينا الاوفياء، متابعي الوكيل ايموبيلي. انتوما اللي راكم تستناو جديد تاع عروضنا، رانا نوفر لكم عروض للعقارات بمختلف انواعها. ما عليكم غير تابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل ايموبيلي باه يلحقوكم كامل عروضنا. اليوم رانا في ولايه الجزائر، في منطقه فيها كامل المرافق، محلات تجارية، مؤسسات تربوية، الجامعة والمسجد. المهم منطقة فيها كامل متطلبات الحياة. هذه هي العمارة اللي فيها الشقة تاعنا، وكما راكم تشوفوا لتحت كاين صيدلية وكاين بعض المحلات التجارية اللي راح يساعدوك بزاف ويريحوك من الديبلاسمون. العمارة هذه راهي في دائرة بلدية الحراش، في قلب بلدية الحراش، وين عندك كامل واش تحتاج، بالتحديد في بلفور. والامتياز اللي راه كاين هنا انه عندك بلاصه سبيسيال باه تستاسيوني فيها، يعني ما تخافش كامل على السياره تاعك. والعماره راهي مجهزه بكاميرات المراقبه، الشيء اللي يخليها امن اكثر، وراه فيها مصعد كهربائي اللي يخليك تلحق لدارك وانت مرتاح. بعد ما عرفنا المنطقة اللي فيها الشقة تاعنا والمرافق اللي متوفرين، كلش متوفر عندك، وعرفنا ايضا بعض المعلومات على العمارة، نروح نشوف الشقة تاعنا من الداخل. الشقة هذه راهي تتكون من غرفة استقبال واسعة، طروا شومبر، مطبخ وحمام ومرحاض، وراهي في الطابق الرابع. وبما انه كاين لاسانسور هنا ما راحش تتعب كامل مع الدرج ولا تتعب به تلحق لدارك. قبل ما ندخلوا شوفوا الجودة تاع الباب، جودة عالية الله يبارك. هنا رانا في الصالون كيما راكم تشوفوا راه واسع، والارضية تاعو بزاف شابة ومفيني مليح، والصبيغة راهي تبان جديدة بلا ما تشقى تعاودها. شوفوا كمية الراحة اللي تحسوا بيها هنا، خصوصا انه الجدران راهم مصبوغين بالبيض اللي يخليك ترتاح اكثر. مع ارضية شابة كيما هذه والتساعة اللي راها هنا، مساحة تكفيك باه تلم كامل احبابك بلا ما تخمم في الضيق، بيسك الشقة راهي بمساحة كبيرة. المساحة تاعها هي 120 متر مربع، راهي مساحة كافية باه تخلي كامل الغرف تاعك واسعين. وزيد لها كمية إضاءة كبيرة كيما اللي راهي تدخل من هذه البورت فونيتر، راح تنسى كامل ضيقة الخاطر هنا. وعندك إطلالة شابة كيما هذه تشوف منها الحي اللي راه فيه فيلات فخمة وراقية، وزيد الإطلالة راهي سون فيزافي، الشي اللي يضمن لك الخصوصية تاعك أكثر. نخرجوا من الصالون ونروحوا نشوفوا الغرف الاخرين، وكما راكم تشوفوا عندنا شوفاج هنا، وايضا كاين باشاو اللي يخليك تنسى البروبليم تاع الماء. والشقه راهي تتوفر على الكهرباء والماء والغاز اللي راهم اساسيين في اي عقار. وكامتياز اخر، الشقه هذه راهي فيها ديباره اللي تقدر تحط فيها دوزانك وتربح لي سباس اكثر. والباب هنا ايضا راهي جديده وبجوده عاليه. لحد الان كلش راهم فيني في هذه الشقه، والعماره فيها امتيازات بزاف، كاميرات المراقبه، مصعد كهربائي، وبلاصه سبيسيال ليك باه تستاسيوني فيها، يعني بوكس دو ستاسيونمون تابع للشقه تاعك، وكاين كور تابع للعماره سبيسيال للاطفال باه يلعبوا فيه، ومنطقه في قلب الحراش، يعني الخصائص تاع هذا العقار يساعدوك من جميع النواحي. عندنا بالكون واحد اخر هنا. الشقة هذه راح فيها سي بالكون، يسمى اكيد راح تكون مشروحة وضوية بزاف، وعندها دو فاسات سون فيزافي. الغرفة هذه ايضا واسعة بزاف وفيها بالكون، وراهي مفينية من كلش، ارضية مليحة وسقف مفيني، صبيغة جديدة ونقية. نخرجوا من هذه الغرفة ونروح نشوفوا واش بقى لنا في هذه الشقة الواسعة اللي المساحة تاعها 120 متر مربع. الابواب في هذه الشقه ما تخممش كامل تبدلهم، وعندنا هنا حمام ومرحاض مفينيين وبكامل التجهيزات. عندنا كولوار مفيني مليح كيما راكم تشوفوا، وفي هذا الكوتي راح نلقاو شومبر بارونتال. الغرفه هذه راهي واسعه بزاف ومشروحه وضاويه، ومن هذه البورت فونيتر راح نلقاو اطلاله مختلفه على اللي شفناها مقبل، اطلاله بزاف شابه، وحتى هي راهي سون فيزافي كيما قلت لكم، يعني راهي عندك كامل الخصوصيه في هذه الشقه. وكما راكم تشوفوا الغرفة راهي واسعة بزاف، يعني راح ترفد لك كامل الاثاث تاعك، واكيد حتبقى لك ليسباس. ونلقاو فيها سانيتير بريفاتيف مفينية مليح ومخدومة بالفايونس، وفيها كامل التجهيزات. حاليا رانا شفنا كامل الغرف اللي كامل فيهم بورت فونيتر، وشفنا غرفة الاستقبال اللي لقيناها واسعة بزاف،
شفنا أيضا الحمام والمرحاض، بقالنا غير المطبخ اللي نلقاوه جيست قدام هذه لا شومب. المطبخ راه واسع كيما يلزم، فيه دو بورت فونيتر اللي يضمنوا له تهوية وإضاءة بنسبة كبيرة، وراه مفيني مليح. نعاود نذكركم متابعينا باللي الشقة تاعنا راهي في ولاية الجزائر، دائرة بلدية الحراش، بالتحديد في حي 10 نهج بيدا الأخضر، في بلفور، في إقامة خاصة وفي عمارة فيها بزاف امتيازات اللي يضمنوا لك الراحة التامة ليك ولولادك. رانا نأكدوا لكم على الإطلالة بزاف باه تعرفوا مليح نوع المنطقة اللي رانا فيها، اللي راهي باينة باللي إقامة فخمة وفيها فيلات راقية في قلب بلدية الحراش. السعر تاع هذه الشقة اللي راهي في إقامة خاصة تضمن لك وتوفر لك كامل وسائل الراحة وفي منطقة فيها كامل المرافق هو 2 مليار و700 مليون قابل للتفاوض. إذا كنتم مهتمين بهذا العرض وبهذه الشقة اللي المساحة تاعها 120 متر مربع وراهي مشروحة وضاوية، تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاو رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.